مساءكم خير. قبل ما ابدا النهارده على طول كده دخولا في اخبار مهمه كتير جدا واخبار معظمها جميله جدا، خليني اشارككم بانه الحديث في العالم كله لو عملت كده بحث على اهم الاخبار عالميا هتلاقي انه اهم خبر واول خبر طول الوقت هو عن الاقتصاد. ودايما لما بنتكلم ونقول انه اهم الاخبار هي اخبار تخص الاقتصاد، وبالمناسبه ما هياش اخبار مبهجه يعني، هي اخبار تخص ازمات اقتصاديه عالميه موجوده في كل دول العالم، ما نبقاش بنبالغ لو قلنا ان هو ده الخبر الاهم في اي نشره اخبار حول العالم. ده بيخلينا كمان نروح لاخبار اخرى مش نتخض يعني، لكن اخبار اكثر تفصيلا تتكلم عن سياسات نقديه جديده. طيب حصلت الازمه واحنا في وسطها، ازاي الدول هتتجاوزها؟ ازاي هنعبر منها؟ ايه اللي هيتغير؟ فهتسمع كتير الحديث عن سياسات نقديه. سياسات نقديه تخص العالم كله، تعاد تشكيلها ويعاد ترتيبها، وسياسات نقديه تخص مصر مثلا. مصر بدات في الفتره الاخيره، واللي مش قادر يلاحظ ثمار التغيير ده انه بدانا ننتبه انه الكنز المخفي في السياحة هو كنز حقيقي مهم جدا أن ننتبه ليه، وبالتالي سياسة مصر في مصادر الدخل بدأت تعود إلى نقط القوة اللي عندنا، قناة السويس، السياحة، التصدير. فتلاقي أنه الأخبار طول الوقت تاخدك في هذا التوجه، تشجيع التصدير، تشجيع السياحة، التسهيل على المصنعين المصريين والاكتفاء بالمنتج المحلي عشان أوفر عملة صعبة، والخريطة بتتغير ببساطة كده. فبدل ما نفضل نصرخ ونقول أزمة اقتصادية عالمية، ينفع جدا نشوفها بشكل تاني ونقول طرق أو سياسات نقدية جديدة بتحصل في العالم، بتحصل في مصر، بتحصل لازم كمان بالمناسبة في البيوت، في الأسر. سياسات نقدية حتى على المستوى الأصغر جدا والدوائر الأصغر لازم تتغير. فكمان البيوت تعيد ترتيب حساباتها وتعيد ترتيب مواردها، ونبتدي نفكر تاني زي زمان في أنه طالب الجامعة يشتغل مع الجامعة، مش زي زمان بالمناسبة، زي العالم كله إحنا في الغالب ما كناش بنعمل كده، بس دلوقتي بيشتغل وهو في الجامعة. ونبتدي ندور في مصادر دخل جديدة، وندور أننا نكون أشخاص منتجين أكتر ما إحنا مستهلكين. التفكير بيتغير، عشان كده أي حد يقول لك أزمة ويبتدي يبكيك ويبكي على الأطلال، رد عليه وقول له لا، مش بس أزمة، طبعا أزمة، لكن سياسات جديدة وفرص جديدة. وده بالمناسبة محاولة كده لتبسيط خبر كبير جدا، ويمكن كلنا لما نشوفه وسمعناه النهاردة وتم تداوله في كل نشرات الأخبار نقول أيوة يعني ده يخصني في إيه. خلونا نحكي ونتكلم عن اللي بيحصل في العالم في اجتماع السياسات النقدية العالمية، ازاي بيجرى التخطيط ليها وتنفيذها، وازاي بتصدر اصلا السياسات النقدية من المؤسسات النقدية الكبرى في العالم، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. النهارده محافظ البنك المركزي المصري الاستاذ حسن عبد الله ترأس الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. دكتور حسن عبد الله في كلمته اتكلم عن تداعيات الحرب الأوكرانية وتبعات جائحة كورونا وتأثيرهم على التوقعات الاقتصادية العالمية بكل أشكالها. اتكلم عن سبل العيش اللي احنا كنا حالا بنتكلم عنه، تغيير سياسات وطرق المعيشة. أيضا تحدث عن صناعة السياسات الدولية. أعرب كمان عن قلقه حول مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اللي بتواجه التحديات دي كلها، والدول الناشئة اللي بتواجه تحديات إنمائية هائلة. في تفاصيل كتيرة جدا في هذا الاجتماع، وتفاصيل أعتقد إحنا نحتاج نفهمها قبل ما نقول إيه طيب إيه الاجتماع الدولي لصندوق النقد الدولي، طب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إيه الفرق بينهم بالمناسبة؟ دي كلها أسئلة تبدو بعض الناس يقولك دي بتاعت المتخصصين، يا عم أنا مش فاهمني، أنا كل اللي أعرفه إن إحنا بناخد قروض من صندوق النقد الدولي. لا، الموضوع أكبر من كده، والموضوع عالمي، وأعتقد إن خير من يشرح لنا تفاصيل هذا الموضوع الأستاذة دينا عبد الفتاح المحلل الاقتصادي ورئيس شركة العلاقات العامة المسؤولة عن البنك المركزي. أستاذة دينا مساء الخير، ومبسوطين جدا أن أنت اللي هتشرحي لنا بصراحة. مساء الخير يا أستاذة دينا، أخبارك إيه؟ وسعيدة أن أنا يعني بكون معاك الحقيقة. شرف ليا. أستاذة دينا عندي شوية أسئلة قبل ما نتكلم عن مشاركة أستاذ حسن عبد الله النهارده.
بعضنا عنده حالة خلط كده ما بين أصلا ماهية عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إيه الفرق بينهم؟ اختصاصات كل واحد فيهم. الصندوق النقد الدولي بيكون مسؤول عن السياسات النقدية، مسؤول عن المراكز المالية للدول، مسؤول عن الإقراض، مسؤول عن التضخم، مسؤول عن ضبط السياسات النقدية. البنك الدولي مسؤول عن الدعم الإنمائي، يعني اللي هو يخلي الدول دي ما تتأثرش بأي نوع من أنواع الاختلالات في السياسات النقدية اجتماعيا، ما تتأثرش اقتصاديا. فهم الاثنين بيشتغلوا بشكل متوازن بحيث ان هم يحققوا التوازن اللي موجود للدول اللي بتمر بأي شكل من أشكال التعثر، بأي شكل من أشكال الأزمات، الكوارث. هما الاثنين مع بعض بيوفروا زي ذراعي يعني الخروج من الازمه. بالظبط، يعني نقدر نقول انه كل دول العالم هم تقريبا 190 دوله اللي هم اعضاء الصندوق. لا، دول الاعضاء في المجلسين في المؤسستين 189 دوله. بالظبط، كل هذه الدول لها قول في هذا المجلس اللي احنا النهارده بنتكلم عن طبعا. خبر اجتماع. طبعا. طيب استاذه دينا، فارق معايا جدا المشاركه المصريه ومشاركه الدكتور حسن عبد الله النهارده لرئاسه الجلسه الافتتاحيه، برضو كلمينا عن هذا اللقاء او هذه الجلسه. هي زي ما الخبر بيقول لنا كده هي جلسه دوريه، لكن ايه المتوقع ان يصدر من قرارات من خلالها ردا او استجابه؟ هي الجلسه دي هو الجمعيه العموميه للبنك الدولي والصندوق النقد الدولي. وفي الجمعية العمومية دي بيبقى موجود فيها الحقيقة كل الدول الأعضاء، كل الدول الأعضاء بمناصب مختلفة، منصب المحافظين، منصب وزراء المالية، وزراء التجارة، وزراء التخطيط، وزراء التعاون الدولي. بيبقى موجود فيها كمان البرلمانيين، وموجود فيها الشخصيات الاقتصادية الهامة في هذه الدول وصناع القرار، ويعني بيبقى موجود فيها العالم كله بأكمله ممثل في هذه الجلسة. بالإضافة لدول في أربع مؤسسات رئيسيين بيشكلوا تكتلات هامة، اللي هي لجنة التنمية، لجنة السياسة النقدية، لجنة الدول ال 24 ولجنه ال 10. المجموعه اللي جت مجموعه التكتلات دي هي المسؤوله عن صدور عدد كبير من القرارات وعدد كبير من التوصيات اللي بتتعلق ب يعني طريقه عمل البنك والصندوق، سواء كانت برامج للسياسات النقديه، سواء كانت برامج للحمايه الاجتماعيه، سواء كانت برامج للتطوير او التنميه. فهي دي المجموعه الاطراف اللي هي بتخرج عنها القرارات اللي بتحل مشاكل العالم كلها الاقتصاديه والنقديه. اذا استاذه دينا، بعض الناس بيعتقدوا كده انه صندوق النقد الدولي مش صديق، خليني اقول بدا يعني بتعبير لطيف كده، وانه ما هوش داعم يعني زي ما احنا فاكرين. ايه حقيقه ده؟ يعني اذا كان الفكره انه فعلا تقديم اولا سياسات نقديه يمكن انها تحافظ على نمو مستدام في الدول، وانها بتقدم تسهيلات وقروض وما الى ذلك زي ما بيحصل من خلال البنك الدولي، ليه بعض الناس عندها الانطباع انه ما هيش مؤسسات صديقه طول الوقت وهي مؤثره؟ احيانا البعض بيعتقد انها بتؤثر سلبيا على صناع القرار، صحح لنا الاشتباك ده من فضلك. لا، هي مش مؤسسات عدائية اطلاقا، هي مؤسسات بس بتشتغل ماثيماتيكال، بتشتغل بالحسابات، وبتشتغل يعني بالذات الاي ام اف، صندوق النقد الدولي هو بيقرض، فلازم لما يقرضك يبقى عارف ان انت هيبقى عندك تدفقات اموال لاستيداء الدين. فهو في هذا الاطار بيبقى بيبص عليكي بتشتغلي ازاي، برنامجك شكله عامل ازاي. هو ما بيحطلكيش برنامج، هو انت بتديله البرنامج بتاعك وبيساعدك تعملي البرنامج ده ازاي، بحيث انه
في الاخر يوصلك انك يبقى عندك التدفقات النقديه اللي تقدري تسدي بيها الدين بدون ما يبقى فيه مشاكل في عمليه السداد. الظروف العالميه اللي فيها العالم دلوقتي مخليه حتى المؤسسات دي مش عارفه تطبق قواعدها الحاسمه اللي هي بتشتغل بيها. يعني حضرتك لو شفتي الجلسه الافتتاحيه النهارده اللي تشرفت مصر ممثله في السيد المحافظ الاستاذ حسن عبد الله انها ترأس هذه الجلسه اللي بتنعقد بعد 3 سنوات من التوقف. فطبعا يعني كان اول حاجه بداوها الرئيس والمدير للصندوق للبنك والصندوق ان هم اعربوا عن سعادتهم ان هم رجعوا يشوفوا بعض العالم يشوف بعضه فيزيكالي تاني. الجلسه دي لو يعني اكلم حضرتك عليها دكتوره دينا، الجلسه دي اساسا كلها بتتكلم على انه العالم مش بيسير في المسار الطبيعي بتاعه اللي هو بتطبق عليه القواعد والشروط العنيفه او الشروط الطبيعيه اللي كان بيشتغل بيها العالم. لان كل العالم في ظروف استثنائيه بالفعل، دوله مخبوطين بالمشاكل الوباء ومشاكل الحروب. فحتى القواعد اللي بتحكم العمليه ما عادتش هي القواعد اللي متعارف عليها قبل كده، متعارف عليها في التعامل. ولذلك كلهم المحادثات كلها بتتكلم على ايه؟ زياده النسب الدعم، زياده وحدات السحب المجنبه لصالح الدول الاقل دخلا او الدول متوسطه الدخل، انه يتدخل في الدول اللي عندها ازمات غذاء، يتدخل في الدول اللي عندها ديون مش عارفه تسددها، يتدخل في تقليل الاعباء الاجتماعيه وما يبوظش الخطط بتاعه التنميه اللي الدول عملتها بصعوبه شديده جدا علشان خاطر ما فيش تدفقات ماليه حاليا، فلازم نوجد لهم تدفقات ماليه. بالظبط. يعني وهنا اعتقد ظرف استثنائي. وهنا اعتقد يا استاذه دينا تيجي فائده هذه الاجتماعات بالاساس، انه كل دوله تقدم ما لديها من يمكن اقول تحديات، مقترحات للحلول، وبالتالي بيوصلوا لقرارات او سياسات نقديه اكثر مرونه اذا صح التعبير. طبعا. وعلى فكره وجودنا في رئاسه الجلسه النهارده والكلمه اللي قابلة بيها سياده المحافظ، الحقيقه خليني اقول لك انها كانت كلمه عالميه، يعني كلمه على المستوى العالمي، يعني بتتكلم بلغه العالم في تحديد الاولويات. بالزبط. طبعا انحاز سيادته للدول الاقل دخلا والدول المتوسطه الدخل لان احنا ننتمي لهذه الدول، ولكن الكلمه في مجملها خليني اقول لك انها كانت على مستوى راقي جدا من التصدي للمشكلات والازمات اللي بيواجهها العالم، واستعراض لحلول ايضا من جانبه تعود بالفائده ليس فقط على مصر ولكن على كل الدول اللي الاقتصاديات بتاعتها بتعتبر اقتصاديات شبيهه بينا. انا بشكرك. انا هستسمحك بس في معلومه احب اقولها للاهميه. اتفضلي. انه مديره صندوق النقد الدولي في كلمتها في الجلسه الجمعيه العموميه الحقيقه النهارده قالت معلومه احب جدا ان انا اقولها لانها معلومه مهمه، انه اجمالي الضغوط التضخميه في العالم نتيجه للازمات خلت الدين السيادي، الدين السيادي اللي هو احنا دايما بنتكلم عليه عندنا في مصر، أيوه. خلت الدين السيادي من الناتج المحلي على مستوى العالم نسبته 91% يا دكتوره دينا. فانت بتتكلمي هنا على نسبه الدين لاجمالي الناتج 91%، يعني لما بنيجي نتكلم على اننا كدوله عندنا نسبه الدين الى اجمالي الناتج كبيره، وهي قلت عن المعدل ده، هي 87% طبقا لاخر موازنه 2022. ما احناش بنتكلم في استثناء عن العالم، بنتكلم على مستوى موجود في العالم، احنا مش غراب عن العالم، هو موجود في كل العالم.
أنا بشكرك على المعلومة الأخيرة دي تحديدا، لأنه يمكن دايما لما بنشوف وضعنا نسبة إلى أوضاع عالمية واقتصادية عالمية بتهون حجم يمكن الخوف القلق اللي الناس بتحسه بشكل طبيعي، يمكن بتنقصنا أحيانا كثيرة المعلومة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة دينا عبد الفتاح، محلل اقتصادي ورئيس شركة العلاقات العامة المسؤولة عن البنك المركزي. الحقيقة كان فارق معايا نسمع بالراحة كده ونسمع بكلام مفصل. قد يبدو تاني الكلام لبعض الناس معقد، ويمكن بعضنا يقول وأنا عبال ما الكلام ده يوصلني يحصل لي إيه، لكن الكلام الكبير ده بحسب مصطلحاتنا هو تفاصيل حياتنا اليومية، هو سعر لقمة العيش، هو سعر الساندويتش اللي ابنك بياخده في المدرسة. هذه السياسات تحدد المنتج النهائي اللي بيحصل واللي بيوصل لكل بيت. بعد الفاصل نتكلم عن قضية مهمة جدا تخص طلبة الجامعات ومصروفات العام الدراسي الجديد، خليكم معنا في التاسعة. أنا والاتحاد وزارة الشباب والرياضة نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة اللي بيدي كل الدعم للرياضة المصرية، وأيضا إنشاء هذه المؤسسات الرياضية الكبيرة والإنشاءات الرياضية اللي أبهرت الدنيا كلها في مصر الجديدة في العاصمة الإدارية. وكل شكر والتقدير لقواتنا المسلحة المصرية على الدعم الإنشائي في مدينة مصر الأولمبية اللي بيقام فيها هذا الحدث، بطولة العالم للرماية بوجود 88 دولة، تقريبا 1040 رياضي من كل دول العالم في هذه الظروف وهذه الأونة، فده إنجاز كبير جدا. مصر تمتلك من البنية التحتية ما تؤهلنا لاستضافة دورة ألعاب أولمبية. مدينة مصر ألعاب أولمبية ده منشأ كبير وعظيم تم إنشاؤه بسواعد القوات المسلحة. الجزء الآخر إن مصر أصبحت محط أنظار العالم في استضافة بطولات العالم والبطولات القارية، وده في حد ذاته بيجعل مصر في منظور العالم من أهم دول العالم في استضافة الأحداث الرياضية، وخصوصا زي ما أشار معالي الوزير إن احنا تخطينا حاجز 170 بطولة عالم في خلال 3 سنوات. يمكن في بعض الدول الكثيرة ما قدرتش تستطيع استضافة أي بطولة من هذه البطولات. أنا دخلت منتخب مصر من 4 سنين وأنا بستعد للبطولة دي من شهر 6، فاحنا بنتدرب بقالنا كتير جدا، وانا اصلا قبل الافتتاح بتاع البطوله كنت في تمرين الصبح، فاحنا عملنا مجهود فظيع جدا علشان نوصل للمرحله دي. بقالنا دلوقتي حوالي 5 شهور بنتمرن في المركز الاولمبي، بنستعد هناخد معسكر قبل البطوله باسبوع، وواخدين توقيتات في الجيم وقت في التمرين ووقت في وقت النوم. هو طبعا المينتاليتي اصلا بتاع اللعيب او الشوتر لازم يبقى عالية، ان انت بتخش تفصل عن اي حاجة، انت بتلعب مع نفسك انت بس. ما شاء الله التنظيم جدا طيب كما اعتدنا من مصر حبيبتنا، وما شاء الله الحفاوة اللقاء هنا كانت جدا طيبة، وما شاء الله يعني الافتتاح كان جدا مبهر في العاصمة الإدارية الجديدة في القرية الأولمبية. بالنسبة لموضوع التجهيزات والبوينت دي، احنا تقريبا بقالنا اكتر من شهر ونص بنجهز، حكام من نوادي مختلفة بخبرات مختلفة، ممكن يكون عندنا خبرة اوكي من سنين طويلة، لكن ما زال لازم في تجهيز طويل قبل البطولة. بطولة مهمة، كانت شايفة ان دور الحكام دور مهم جدا جدا وكبير في البطولة عشان تطلع بالشكل ده. اهم حاجة كحكام واخدين تعليمات ان احنا نأمن الميدان تماما، ووضع الاسلحة في دائما في سيفتي فلاج، وكل رامي عارف القانون بتاعه كويس قوي ومدرب عليه، واحنا كحكام حافظينه وبنقوم على تنفيذ القوانين طبقا للاتحاد الدولي للرماية. يا مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية في التاسعه.
بعد في بداية العام الدراسي، وأعتقد أن كده فات وقت طويل حوالي أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد في كل الجامعات المصرية، وبدأت الأخبار عن أنه يا جماعة ده خلوا بالكم، ده الطلبة اللي لسه ما دفعوش المصروفات بيتم منعهم من دخول الحرم الجامعي. دي الإشاعة، لكن الحقيقة مشكورا تاني المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن أنه في أي منع للطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية. وزارة التعليم العالي كمان نفت الأنباء دي وقالت معلومة بقى مهمة بصراحة كده، وقبل ما نتكلم في التفصيلة، هو فات أسبوعين من بداية العام الدراسي ومصروفات الجامعية في الجامعات الحكومية هي مصروفات بسيطة ورمزية، هل في مبرر أنه القادرين ما يدفعوهاش غير أننا بنكسل بنأجل بنتأخر؟ فمن الطبيعي أنه زي ما بيحصل في أي جامعة تانية جاي مدرسة تانية أنه هيبتدي يفكرك يقول لك طب المصاريف، طب ندفع المصاريف. لكن اللي حاصل أنه ممكن يكون القادر كمان اتأخر فحصل تنبيه للطلب. طريقة التنبيه مهمة جدا، يعني مهم جدا ما بقاش التنبيه انه لا ما تدخلش الحرم الجامعي، دي حاجه كارثيه ممنوعه قولا واحدا، لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في اي مدرسه ولا مؤسسه تعليميه مفروض انه طالب يمنع من دخول المؤسسه بسبب المصروفات. لكن ممكن نتكلم نفكر، طيب الغير قادرين او غير القادرين على دفع المصروفات، الجامعه اكدت او وزاره التعليم العالي على احقيه كل طلاب الجامعات انهم يدخلوا الحرم الجامعي يلتحقوا بكلياتهم حتى في حاله عدم سدادهم للمصروفات الدراسيه. والحكومه او الجامعات الحكوميه تحديدا بتخصص ميزانيه لمكاتب رعايه الشباب التابعه ليها، الميزانيه دي او مكاتب الرعايه هي اللي بتقوم بسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء بقى كانت المصروفات دي مصروفات دراسية مصروفات جامعية. طب عشان يحصل هذا الإعفاء في مجموعة من الأوراق المطلوبة، إذن الإجابة نحب الحياة تبقى فوضى؟ لا. نحب، أسفة في الكلمة كده، نطنش ونقول لا مش هندفع حتى المصاريف الجامعية الحكومية وإحنا قادرين ندفعها؟ محدش هيرضى بده. غير القادرين هيقدروا يتوجهوا إلى مكاتب رعاية الطلاب ويعملوا كده بسرعة ويخلصوا أوراقهم وبالتالي ياخدوا الإعفاء من المصروفات الدراسية كده بكل بساطة. مش محتاج الحكاية تبقى إشاعة، ومش محتاج طبعا يحصل أي ممارسات مسيئة للطلاب من أي شخص يدعي إن هو ليه سلطة يعمل غير كده. مجلس الوزراء قال لا يدخل، وزارة التعليم العالي قالت لا يدخل الحرم الجامعي. نيجي عند المصاريف بقى نتكلم، لينا كلام تاني. خبر جميل عن إعلان السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة. دكتورة نيفيني كيلاني وزيرة الثقافة أعلنت عن بدء التقدم خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر للفئتين العمريتين من سن 5 ل 12 سنة ومن سن 12 ل 18. اللي ما يعرفش الجائزة دي، هي جائزة تقدم في مجالات الأداب والفنون والإبداع والابتكار، وفي جائزة واحدة يعني كل فرع من هذه الفروع بياخد جائزة قيمتها 40,000 جنيه. احنا محتاجين نعرف تفاصيل لانه اعتقد جائزه المبدع الصغير ما بقالهاش فتره طويله، فاحنا عايزين نعرف تفاصيلها وازاي شروط التقدم ليها في مختلف هذه التخصصات. دكتور هشام عزمي معانا على التليفون، الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. دكتور هشام مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا دكتوره دينا، ومساء الخير على الساده المشاهدين. ببساطة كده عايزين نعرف إيه جائزة المبدع الصغير، شروط الالتحاق بيها، إزاي بيتم التقدم ليها، هل أونلاين ولا في فعاليات بتحصل من خلال وزارة الثقافة؟ جائزة الدولة للمبدع الصغير إن شاء الله غدا هتبدأ دورتها الثالثة. إحنا من حوالي أسبوعين معالي وزيرة الثقافة كان في احتفالية لتوزيع الجوائز على المبدعين من الدورة الثانية. يمكن دي المرة الأولى اللي بيتم الإعلان فيها في التوقيت ده، وده الحقيقة شيء جديد لأنه هيعطي فرصة أكبر للمبدعين الصغار السنة دي إن هيكون عندهم فرصة أطول للتقدم بأعمالهم. إحنا الدورتين اللي فاتوا لظروف خاصة، الدورة الأولى عشان كان أول دورة وكان صدور قانون كان في بعض الإجراءات،
السنه اللي فاتت اعلنا في يناير، احنا السنه دي اهو بنعلن في بدايات اكتوبر، وهيكون عندهم فرصه لاخر ديسمبر باذن الله. والحقيقه ان التوقيت ده مهم جدا برضو، لازم نقول انه جاي مع بدايات الدراسه، مش جاي في فتره امتحانات، مش جاي لما الاولاد، وحضرتك عارفه كان مع ظروف الكورونا برضو، فالظروف ان شاء الله السنه دي هتكون افضل كتير، وتدي فرصة للولاد في كل المحافظات مصر ان هم بإذن الله يتقدموا. هتبدأ جولة جديدة من البحث عن الموهوبين والمبدعين والنابغين في كل ربوع مصر. أيوة، ما أنا عايز أعرف الجولة إزاي؟ الجولة على الأرض؟ في بحث على الأرض، في تصفيات؟ لا، هو الحقيقة لما بقول إحنا هنبدأ جولة جديدة في البحث، إنه من خلال الأعمال اللي بيتقدم بيها المبدعين الصغار وبعد كده بتشكل لجان تحكيم على مرحلتين. فاحنا بنتلقى الاعمال خلال الفتره اللي احنا اتفقنا عليها زي ما حضرتك قلت في المقدمه، اعتبارا من بكره الى نهايه ديسمبر. بعدها بتبدا فتره مهمه جدا هي فتره التحكيم. لكن قبل ما نتكلم على التحكيم، خلينا نقول هم الولاد كيف سيتقدم الاطفال والنشء ليه. انا حديث اقول النشء لان احنا عندنا فئه عمريه ممتده لحد 18 سنه، فدول كلهم اطفال. كله نشء كله نشء يا دكتور هشام لحد 21 سنه. هم عندنا احنا من العام الماضي الحقيقه عملنا موقع الكتروني ليتمكن الاطفال ان هم كل الاعمال بدون حاجه ان هم ياتوا الى المجلس الاعلى للثقافه، ان هم ممكن يحملوا الاعمال من خلال الويب سايت ده. والحقيقه انه تجربه السنه اللي فاتت كانت تجربه ناجحه جدا، انه اكثر من 95% من الاعمال اللي تلقيناها في كل المجالات والفروع الخاصه بالجائزه تم تلقيها اونلاين. ده توجه الدوله نحو التحول الرقمي، توجه العالم فعلا. الفئات العمريه، الموقع اسمه المبدع الصغير يا دكتور. المبدع الصغير هو في موقع الويب سايت موجود على الفيسبوك. وفي كل الشروط الخاصة بالجائزة وكل المجالات والفروع. لا، عايز أعرف يا دكتور معلش تحديدا، يعني إحنا بندخل على الفيسبوك الخاص بوزارة الثقافة؟ لا، في جائزة الدولة للمبدع الصغير. يعني نكتب كده في محرك البحث جائزة الدولة للمبدع الصغير؟ العنوان لو حضرتك عايزاه، عشان أنا بعته عشان لو كان ممكن ينزل، هو www.ckp.eg. C for creative و K و P.EG. yes. okay. لكن هم لو عملوا سيرش على اي محرك على جوجل وكتبوا جائزه الدوله المبدع الصغير، وما شاء الله ولت على فكره، هم دلوقتي من بقالهم سنتين بيخشوا على الفيسبوك متفاعلين، سواء في فتره التقدم وفتره الاعلان. فهم معظم الاطفال عارفين الفيسبوك فيه لينك للويب سايت بالزبط. لو هم حابين يدخلوا على الويب سايت اهو، زمايلي جابوه. انا بعته فعلا على الزملاء في الاعداد علشان ينزل على الشاشه واحنا بنتكلم. اوكي، هو ده الموقع اللي ممكن، ده غير صفحه الفيسبوك. صفحه الفيسبوك فيها اخبار، فيها متابعه للجائزه، لكن ده الموقع اللي من خلاله الأطفال ممكن بيعملوا أبلود للأعمال بتاعتهم في كل المجالات. أنا بشكرك دكتور. عندي سؤال أخير، عايز بس لو سمحتي أوضح حاجة عشان دي مهمة، إنه إحنا عندنا ثلاث مجالات بثمان فروع بفئتين عمريتين من 5 ل 12 ومن 12 ل 18، لكن احنا اعتبارا من الدوره الثانيه عندنا 2 فائزين في كل مجال، في كل فئه عمريه. يعني احنا بدل ما كان عندنا في الدوره الاولى 16 فائز بس مبدع صغير، احنا دلوقتي عندنا 32 مبدع صغير في المجالات المختلفه. يعني بقى اول وثاني في كل فئه. بالظبط كده، بالظبط، لكل فئه عمريه. طيب دكتور هشام معلش تفصيلا كده، الاداب وبسرعه كده حضرتك قول لنا، قصه قصيره، قصة مسرحيه، قصيرة، اي حاجه؟ عندنا قصه شعر وتاليف مسرحي. حلو. في مجال الفنون عندنا رسم وعزف وغناء. حلو قوي. وفي مجال التطبيقات العلميه عندنا تطبيقات اللي هي الابداع ده على موبايل او يعمل حاجه على ويب سايت. حلو. وعندنا مجال الابتكارات او الاختراعات العلميه، ان هو بيقدم حلول مبتكره لمشكله من المشكلات الموجوده. وفرصه برضو ان احنا نذكر احنا مركزين السنه دي بمناسبه ان شاء الله قمه المناخ، انه في توصيف الجائزه اولادنا هيقروا انه بنشجع الابتكارات والتطبيقات في مجال المناخ هذا العام تحديدا.
أنا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. وقد إيه المسابقات اللي زي دي يعني ممكن إحنا النهاردة ما ننتبهش وولادنا ما ينتبهوش، بس اللي ينتبه الله يخليكم. جائزة المبدع الصغير، أي مشاركات وجوائز، القصة مش بس في الجوائز، لكن القصة في إنه الشخص اللي عنده هذه القابلية للمشاركة وتقديم حاجة جديدة وتقديم نفسه للناس، هو نفس الطفل ده اللي أنت هتقابله بعد 10 سنين رائد أعمال، ده اللي هتقابله بعد 15 سنة رجل أعمال صغير أو حد في مجال سوق العمل بيقدم حاجة حقيقية. الناس اللي بتسبق فيما بعد التخرج غالبا بتبقى بدأت بدري شوي، ولما بنعلم ولادنا انه في حاجه في عالم اخر ما بعد المدرسه وفي حاجات تانية في الحياه بنعملها غير المدرسه، ده جزء من تكوين شخصيتهم. عشان كده جائزه المبدع الصغير هتاخدوا بالكم كده انه تحت رعايه السيده انتصار السيسي، الدوله او السيده الاولى في الدوله تهتم بالاطفال انهم نشوفهم نكون موجودين. احنا طول الوقت بنقول هم مش موجودين قوي على الساحة، بس على الأقل في فعاليات كتيرة جدا بتهتم بالأطفال. بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة، وعندنا النهاردة كمية حاجات لطيفة وحلوة من ناس مختلفة معظمهم شباب، لازم نلحق نشارككم بيها كلها. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسعة. مش كل الرسائل اللي بترسل إلى العالم لازم تبقى رسائل سياسية أو تصدر من سياسيين. ومصطلح القوى الناعمة الذي أطلق على صناع التأثير أو على صناعة التأثير هو يطلق بالأكثر على رسائل عظيمة بتقدم من خلال الفن أو الرياضة أو الانطباعات الإيجابية اللي بتقدم للعالم كله. الخبر اللي جاي ببساطة بيقول لنا كده إنه يمكن أن ترسل رسائل وتواكب متغيرات عالمية بما لديك من إمكانات وقدرات. السباح العالمي لويس بو وهو يعني بيصنف أو لقبه إنه راعي الأمم المتحدة للمحيطات، بيقطع البحر الأحمر سباحة من السعودية إلى مصر للفت الانتباه إلى أهمية الشعب المرجانية والآثار المدمرة لتغير المناخ عليها. الرسالة دي أرسلت قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المفترض أنه خلال أقل من 22 يوم، والنهاردة هو اليوم الرابع في رحلة السباح العالمي. الرحلة بالمناسبة من السعودية لمصر طولها 160 كيلومتر، بدأها من شواطئ المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أنها تنتهي في محافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة خلال ساعات قليلة. دي ببساطة رسالة مهمة، ورسالة كل يقدم رسائله بطريقته. وبمناسبة أن كل واحد فينا بيقدم رسائل بطريقته، كمان عندنا ناس متميزة بتحصد جوائز، وأعتقد أنه ما فيش دور ولا أهمية ولا قيمة أكبر يقدر يقدمها الإعلام غير أنه يقول لنا الناس دي موجودين، وأننا نعرف أنهم بيقدموا كل يوم حاجات عظيمة وجديدة. هشارككم بقى بخبر تاني كمان عن يعني أعتقد جايزة في مجال هندسة الفضاء. العالم المصري كارلوس عطية مقيم في أسبانيا وحصد على جايزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال هندسة الفضاء. رسالته كانت مقدمة ما بين 400 رسالة. دكتور كارلوس من محافظة الأقصر، وتخرج في جامعة أسوان سنة 2011، وسافر بعدها بسنتين لأسبانيا لاستكمال رحلته العلمية. ببساطة كده، وكيرلس زي ما بنقول احنا كده في مصر وهو يعني بيذاكر بس بيقدم رسالة، لكن حصد أفضل جايزة في مجال هندسة الفضاء. احنا متشرفين انه معانا دكتور مهندس كيرلس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور بينا، اخبار حضرتك؟ دكتور كيرلس معانا عبر زوم مش كده؟ اهلا بيك. بالظبط، انا بدور عليك في الاستوديو. احكي لنا عن رسالة الدكتوراه، واحكي لنا عن ما قدمته أو طبيعة الرسالة. يعني هي بصورة مختصرة، احنا كنا بنركز في مشكلة انه الأقمار الصناعية ليها عمر افتراضي صغير، يعني في نوع أنواع من الأقمار الصناعية بيكون مثلا 6 شهور، سنة، سنتين، فاحنا عايزين نحاول نزود العمر الافتراضي ده. فمن أكتر المشاكل اللي كانت بتواجهنا انه هو أغلبية الطاقة اللي هي اللي بتروح يعني بتخلص وهي اللي بتأثر على العمر الافتراضي بتروح ناحية أجهزة التبريد. يعني احنا معانا أجهزة الاتصالات عشان تشتغل بدرجة كفاءة عالية لازم تشتغل في درجة تبريد عالية.
فاحنا حاولنا انه ازاي نستبدل، وبدل ما هي تشتغل في التبريد ده لا تشتغل في درجه نفس درجه اللي هو الحراره العاديه، فكده كل الطاقه دي خلاص هنوفرها ونقدر العمر الافتراضي يزيد 3 أو 4 أضعاف. يعني بدأ يعني درجه الحراره العاديه بالنسبه للموقع اللي هو فيه في الفضاء. بالظبط. طب وهل درجه الحراره في هذا الموقع ثابته ولا متغيره كمان؟ مش في مش تغيير بسيط بس يعني غير اللي هو الفرق، يعني احنا في العادي بناخد حوالي 200 او 300 واط مثلا بيروحوا بس للتبريد، فده بالنسبه للقمر الصناعي ده رقم كبير خالص. طب فاحنا دلوقتي لا مش محتاجين اللي هو خالص، ومش هتفرق حتى لو في تغيير. الفكره كانت بتاع اللي هو الجهاز اللي معانا ان هو لا حتى لو في تغيير بسيط برضه هيشتغل وهيشتغل بكفاءه كويسه. واشتغلنا فعلا، هو كان طبعا يعني جروب بحثي كبير يعني مكون من الجامعه اللي معايا وبرده كذا جامعه تاني منهم بروفيسور كان بيساعد معانا من ناسا. ده فريق كان بيشتغل على هذه الرساله، ولا حضرتك او انت تقدمت في مسابقه لتقديم حلول؟ اشرح لنا اكتر. لا انا شايفه الصور الحلوه المبهجه دي. هو على الرساله ربنا يخلي حضرتك. هو الفريق كان بيشتغل على نفس اللي هو الفكره دي، وقدرنا فعلا في 2018 ننشر اول بحث بمجله اسمها اوبتيكا، هي من افضل المجلات في العالم في التخصص ده. وبعد كده انا حاولت اركز في الرساله بتاعتي ان هو ازاي اطور من النظام ده انه يشتغل بتبريد وفي نفس الوقت يشتغل بكفاءه عاليه، وده كان الهدف الاساسي اللي هو الجزء يعني نص الرساله. وقدرت الحمد لله لما خلص الرساله انه قدرت احسن الكفاءه دي 1000 مره عن البحث اللي احنا قدرنا حتى ننشره. فبعد كده ده كان سبب يعني قوي انه ناخد تمويل من حكومه اسبانيا، فدعمونا بمليون يورو عشان نبدا ننفذ المشروع بشكل عملي. ايوه، هو ده اللي انا كنت عايزه اسال عليه بقى، مين اللي هينفذ؟ اذا الحكومه الاسبانيه زي ما هي دعمت هذا البحث كمان اول المستفيدين من الكشف العلمي اللي يعتبر قفزه في مجال يعني صناعه الاقمار الصناعيه، مش كده؟ بالظبط. يا بختهم بيك وبختنا احنا كمان بيك، يعني احنا برضو هنقول انه ابن مصر مهندس كرولوس عطية سعداء ومتشرفين بانك شاركتنا النهاردة، ويا رب كل التوفيق ونفضل نتابع كل المنتج العلمي اللي انت بتقدمه للعالم. شكرا مهندس كرولوس عطية. طول الوقت العقل ثروة، والثروة البشرية في العقول هي أكتر حاجة يمكن نقول طب بصراحة يعني نفتخر بيهم ونبقى فخورين وسعداء جدا بما حققوه من إنجازات، لكن كمان نغير ونتمنى أنهم يرجعوا بمنجزاتهم أو يكونوا حققوا هذه الإنجازات على أرض مصر. الإنفاق على البحث العلمي ما هواش رفاهية. بعض الناس بتعتقد انه احنا لاقين يعني نكفي كذا، لكن الحقيقه انه الانفاق على البحث العلمي ده هو سر تقدم الشعوب. عشان كده القصه البسيطه اللي مهندس كرولوس بيحكي لنا قد ايه في حصل استثمار في بحث، وبالتالي يحصل استثمار اكبر وعوائد اكبر تحصل من مخرجات هذه البحوث. كل التهنئه للمهندس كرولوس. طيب عندنا حاجة جميلة يمكن أنا كمان قبل ما أشارككم بيها لازم أحكي لكم، إنه أنا شخصياً ما كنتش متابعة قوي، وده تقصير مني، لكن في مهرجان محترم جداً اسمه مهرجان الأمل، ومهرجان الأمل ده بيقام يبقى كمنصة لكل الإبداعات اللي بتقدم لمناقشة قضايا ذوي القدرات الخاصة. اللي عايز أعرفه كتير قوي عن المهرجان، لكن كمان السنة دي حصلت مشاركات مهمة من مصريين وحصدوا جوائز وتكريمات، أحدهم كانت ديانا وصفي الشاعرة من ذوي القدرات الخاصة اللي عندها مهارات كتيرة جدا إلى جانب الشعر، عندها أعمال ورقية صوتية مذيعة كمان بتقدم أكتر من برنامج. لكن النهاردة ديانا معانا على التليفون ومحتاجين نعرف منها أكتر، أولا عن التكريم في مهرجان الأمل في روما، وثانيا لازم تشرحي لنا أكتر عن المهرجان. أهلا بيكي ديانا. أهلا بيكي دكتورة، وشكرا لاستضافة حضرتك ليا. وأنا بس قبل ما نتكلم عن أي حاجة عايزة أقول لحضرتك، بس إحنا يعني يا ريتنا نخلينا ذوي الهمم افضل، يمكن يكون الموضوع افضل. طبعا هو مش تعديلا لحضرتك، بس الفكره ان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا نطور من مفردات الناس. هو ذوي القدرات الخاصه، ذوي الهمم
وايضا احيانا بعض الناس تقول لنا، بعض الناس تقول لنا لا عادي انك تقول لي ذوي الاحتياجات الخاصه، انت بتفضلي ايه فيهم؟ بصي في الحقيقه يا دكتوره انا شايفه ان احنا كلنا بشر وكلنا عندنا مشكلات، وزي ما ديانا عندها مشكلات اكيد دكتوره دينا عندها مشكلات، اكيد ده حقيقي. دين وصوت عندهم مشكلات، فاحنا مش هينفع نصنف مشكله، يعني مش هينفع نصنف مشاكل الناس ونديلها تصنيف خاص. ففي الحقيقه يعني انا كديانا انا بفضل ان احنا نتعامل مع الموضوع على انه هو شكل بشري لمشكلات موجوده عند ناس كتير، يعني كل الناس عندها مشكلات. اما بالنسبه لمهرجان الامل، فمهرجان الامل هو مهرجان سينمائي كان موجود في روما من يوم 27 كان الافتتاح، وانا كنت بشارك في الافتتاح باعتباري شاعره، وحصلت على جائزة شيرين أبو عقلة الصحفية لذوي الهمم. عن إيه المنتج بتاعك اللي قدمتيه حصلتي عليه عن الجائزة؟ المنتج بتاعي هو إن أنا يعني في مجال الإذاعة والأدب، مدام جائزة الصحفية طبعا الشهيدة شيرين أبو عقلة، يبقى أنت في مجال الصحافة يعني. تمام. يعني الصحافه وفي نفس الوقت كمان الشعر والاذاعه. فانا كان المنتج بتاعي قصيده اسمها من اكون، وهي كانت بتتكلم عن الامل وعن ان احنا لازم يكون عندنا نظره داخليه للانسان، مش لازم نبص له ابدا على انه طويل او قصير او قاعد على كرسي او ماسك عصايه او وات ايفر. يعني عايزه تشاركينا بجزء مما تكتبين يا استاذه ديانا؟ احنا متشوقين لده. يعني حضرتك تحبي تسمعي القصيده بتاعه المهرجان؟ طبعا. ترى من انا وماذا اريد؟ أأنا عصفور يشدو من الوجد بلحن شريد؟ بين روحي من الم وخيالي حلم في الافاق بعيد، ام اني عصفور زاده الامل غذاؤه الفرح وإن قيدوه بألف قيد، وإن تحدوا بسمته العذراء، وإن تحدوا بسمته العذراء، وإن ألقوه في واد ناء مظلم وحيد، ليس به سوى وجوه شاحبة وقلوب مغلقة طواها الزمن العتيد، زمن وقف عند بدء التاريخ سكنه البشر تحت أضلاله سعيد، كأنهم جاوروا النجوم، كأنهم أنا ما بحفظش للأسف يعني. شكرا ديانا، أنا بشكرك. شكرا الباقي أنا اللي بشكر حضرتك جدا، نورتينا ووصلتنا رسائل كتير جدا منك من مواهبك المتعددة. فكرة أن يكون في منتج يسوق للأمل لكل الناس فعلا زي ما شاعرة ديانا شاركتنا، دي حاجة تحترم جدا. ألف مبروك ليكي ديانا. شاعرة ديانا وصفي كانت معانا الجائزة بتكريم أو الفائزة بتكريم من مهرجان الأمل في روما. قبل ما نسيبكم كده ونروح لفاصل، أنا دايما يعني ببقى متحمسة جدا لفكرة الوجوه والأشخاص اللي في سن صغير قدروا يحققوا نجاحات. دي فقرتنا النهاردة. أعتقد أن كتير مننا تابع قائمة فوربس لـ 30 under 30 أو 30 تحت 30 اللي أهم المبتكرين والمبدعين من الشباب فازوا بيها عبر القائمة اللي يعني أعلنتها مجلة فوربس. النهاردة احنا بقى معنا واحدة من هؤلاء النجوم، فاطمة الشناوي مؤسس منصة خزنة تك، وكمان بينضم إلينا عبر سكايب محمد جويش مؤسس منصة آي سكول لتعليم البرمجة للأطفال. بعد الفاصل 30 under 30 وناس تفرح وشباب يفرح. بعد الفاصل خليكم معنا. مساءكم خير. 30 under 30 أو 30 تحت 30، 30 اسم من الأسماء اللي صنعت نجاحات مهمة ومؤثرة في مجال التكنولوجيا ومجالات متعددة عمرهم تحت 30 سنة. احنا النهاردة متشرفين باتنين منهم، واحدة موجودة معانا ومنورانا في الاستوديو، فاطمة الشناوي مؤسس منصة خزنتك. أهلا بيك يا فاطمة. أهلا بيك.
وايضا معانا عبر التك او التكنولوجي الذي يستخدمها محمد جاويش مؤسس منصه اي سكول لتعليم الاطفال البرمجه. محمد اهلا بيك ومبروك التايتل اللي سبق ونجاحات كتير كمان بنبارك لك عليها. اهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيك يا رب. طيب خليني اقول ابدا مع فاطمه. فاطمه انت احد مؤسسي منصه او العلامه التجاريه خزنه، وفاطمه قعدت تشرح لي خزنه كده في حبه حلوين قبل ما نبدا الهوا عشان افهم بنعمل ايه، لكن فكره الحلول الماليه الغير التقليديه اعتقد مش كلنا بنعرف نتعامل معاها بسرعه او نفهمها بسرعه. احكي لنا عن خزنه، فكره الابلكيشن وحققتوا ايه من نجاحات من 2019 لحد النهارده. اكيد اول حاجه شكرا على استضافتكم. شكرا. احنا منصة بتقدم خدمات مالية بنستهدف الشريحة العريضة من متوسطي ومحدودي الدخل في مصر اللي هم بيعملوا معاملات مالية كتير بصورة غير رسمية. فاحنا بنقدم لهم خدمات مالية توافق احتياجاتهم، اهمها في صورة ان هو بنتعامل مع شركته وبيقدر يقبض جزء من مرتبه بدري في اي وقت في خلال الشهر. فلو حد اتزنق في مصاريف مدارس الفتره اللي احنا فيها، مصاريف دروس، حد لا قدر الله محتاج يدخل مستشفى، محتاج ادويه، المصاريف الطارئه اللي بتطلع لاي حد في خلال الشهر ومرتبه لسه هينزل في اخر الشهر، فممكن ما يبقاش معاه الفلوس ان هو يسدها. فاحنا من خلال الشراكه دي بنقدر نديله جزء من مرتبه بدري. يعني دي خزنة سلف كده، يعني خلينا نقول محفظة لانه يقدر يستلف منها تحت حساب ما سيأتي بالظبط اللي جاي من مرتبه، فيقدر ان هو ياخد الفلوس دي او المبلغ ده في اشكال متعدده، ممكن ان هو يطلبها في خدمه اسمها اقبض بدري هتنزل له على حساب المرتب بتاعه. فلو هو عنده الاحتياجات دي ان هو يدفع بكارت، يدفع يسحب من مكنه ويدفع كاش على حسب احتياجه. بس طبعا بنحاول ان احنا ندخل اكتر في الحته بتاعه ان هو الشمول المالي والمدفوعات الالكترونيه. فاحنا عندنا برضو من على التطبيق يقدر ان هو يدفع الفواتير بتاعته سواء كهرباء، ميه، غاز، يشحن رصيد التليفون، هي الانترنت. بالذات الكهرباء دي، لانه لما حد يقطع عليك كهرباء انا بشوفها بصراحه حاجه مزعجه جدا، عايزين نبقى نعمل حلقه على الموضوع ده. لكن يقدر لو هو مزنوق دلوقتي، لو هو دلوقتي محتاج يدفع الكهرباء دلوقتي حالا يعملها من على التطبيق في اي وقت في اليوم بتتسمع في ساعتها. اوكي. فكل الحاجات دي بحيث ان احنا نقلل استخدام الكاش برضو بطريقه مناسبه للعميل، ويقدر ان هو يروح برضو في مع التجار اللي احنا متعاقدين معاهم في كل محافظات الجمهوريه، ان هو وهو طالع بدل برضو ما يطلع الكاش من جيبه ان هو يقول له انا عايز ادفع بخزنه. فبالحاله دي بنقلل الاستخدام بتاع الكاش على قد ما نقدر، بس بصوره تناسب احتياجات العميل. وكانه تطبيق فك زنقه اذا صح التعبير. بالظبط، هو ده اللي العملاء بتوعنا بيقولوا لنا بالظبط، انتوا فكتوني زنقه. طبعا، لانه بالمناسبه الزنقات دي بتحصل كتير عند فئات متعدده من الناس، وبيسدوها يمكن بطرق احنا حتى ما بنرضاهاش، ما تعجبناش، اما استلف من حد وبعدين ياخد مني ارجع له بفلوس اكتر، والتفاصيل الكتير القاسيه اللي بتحصل دي. بالظبط. طيب هستاذنك يا فاطمه، عايزه اروح لمحمد جاويش. محمد، اي سكول توقعت من اسم المنصه انها هوم سكولينج، بس هي هوم سكولينج بشكل تاني، فبليز احكي لنا محمد، احكي عن اي سكول بقى، ماذا فعلتم؟ تمام، هو الاسم فعلا هو كان هدفه ان احنا بنعمل حاجه يعني كتعليم، بس تعليم مختلف. هي اي سكول هي منصه تعليم برمجه للاطفال من سن 6 سنين لسن 18 سنه. هدفها ان احنا نعلم ونأسس الاطفال في مجالات التريندنج تكنولوجيز ومجالات البرمجه، مجالات الذكاء الاصطناعي، الماشين ليرنينج، الداتا ساينس، الويب ديفلوبمنت، الجيم ديفلوبمنت، من خلال تدريبات بتتم اونلاين لايف. الاطفال بتقدر تخش مره واحده في الاسبوع من خلال المنصه لمده ساعتين مع مدربين برمجه محترفين، ممكن يخشوا 1-to-1 يعني الطفل بيخش مع مدرب لوحده، او بيقدروا يخشوا في جروب بيبقى عددهم من 4 لـ6 طلاب، بحيث ان عددهم يبقى قليل وتركيزهم يبقى عالي ويكونوا من نفس الفئات العمريه. احنا عملنا مناهج علميه لفئات عمريه من سن 6 سنين لسن 8 سنين، بعد كده من سن 9 ل 12، بعد كده من سن 13 ل 18، بحيث ان كل فئه عمريه يكون ليها المنهج الخاص ليها، بيكون ليها السوفت ويرز والتولز اللي بيستخدموها عشان يقدر البرمجه تتبسط للسن الصغير خالص، وفي نفس الوقت تبقى حاجه ادفانسد للسن الكبير. طيب اي حد بيسمعك هيقول ده اوبشن عالي ومتقدم، بس اشرح لنا واشرح للناس قد ايه البرمجه مهمه جدا للسن ده، وقد ايه هي كل المستقبل تقريبا. متهيألي هتبقى اهم من المدرسه بعد شويه.
يعني المدرسه طبعا اساسيه عشان التعليم الاساسي سواء كان لغات او كده، بس البرمجه برضو بقت حاجه اساسيه. احنا شفنا في الكورونا ايه اللي حصل، الناس كلها ما عرفتش تتحرك ازاي، وقد ايه الناس كلها اعتمدت على التكنولوجي، والناس اللي ما كانتش عندها تكنولوجي وقتها حصل لها ازمات كبيره جدا، وفي ناس فقدت وظائف كبيره جدا بسبب التكنولوجي. فاحنا هو ده الواقع اللي احنا فيه، فالاطفال محتاجه تتاسس وتتعلم في البرمجه ايا كان مجالها، سواء كان هيشتغل في المجال الطبي، سواء كان هيشتغل في مجال الحسابات، مجال القانون حتى، محتاج دلوقتي كل يبقى عارف برمجه، لان البرمجه مش مجرد حاجه بستخدمها للتطبيقات او لصناعه السوفت وير بس، هي فكر. يعني لما الطفل بيبتدي يتعلم من هو صغير برمجه، فكره نفسه بيتغير، بيتعلم يعني ايه لوجيكال ثينكينج، يعني ايه بروبلم سولفينج، ازاي يعرف يرتب اولوياته، ازاي يعرف يحسب الورست كيس سيناريو ويحله ازاي، فدايما بيبقى عنده probabilities كتيره قوي بيفكر، فده بيفرق معاه حتى في المدرسه. يعني الطلاب اللي بتتعلم برمجه من سن صغير بيبقى دايما تفكيرها وعندها ماتيوريتي اعلى، وبيعرف يحل في المدرسه بشكل افضل بكتير. يعني محمد، اللي انا بقراه عن المنصه ان انتوا عندكم 9000 خريج على مدار الثمان سنين، عندكم شبكه للاباء، والموضوع كانه فعلا مدرسه قائمه بذاتها. يعني كل الخدمات دي بتقدم، ايه مصادر الدعم ليها؟ الخدمات كلها بتقدم اونلاين. احنا عندنا الحمد لله فعلا 9000 خريج، ما عندنا طلاب من كل محافظات مصر، عندنا طلاب من السعوديه، من الامارات، من بحرين، من قطر، من الكويت، من عمان، وعندنا طلاب من المانيا، من امريكا، ومن كندا، لان المناهج بتاعتنا اوريدي موجوده بالعربي وموجوده بالانجليزي، وشكل المنهج عندنا انه حاجه مستمره. احنا ما بناخدش مثلا ده كورس مثلا هتاخده اسبوعين او هتاخده 4 ايام وخلصت انت كده بقيت تفهم برمجه، لا، الحاجه دي مش حقيقيه. عشان تتعلم وتتاسس في البرمجه، احنا في اي سكول بنبليف ان انت محتاج على الاقل تقعد سنه تتعلم برمجه. عشان كده المناهج عندنا متقسمه لليرنينج موديولز، كل ليرنينج موديول مدته 3 شهور، فالطفل بيخلص 3 شهور، بعد ما بيخلص 3 شهور بيسلم فاينل بروجكت، البروجكت ده بيحصل عليه اوديتنج ومراجعه، بعد كده بيسلم البروجكت بتاعه، بياخد سيرتيفيكت انه خلص المديول ده ويخش على المديول اللي بعده. فالسنه اللي هو بيحضر فيها دي بيحضر فيها 4 سمسترز، كل سمستر مدته 3 شهور، وبعد ما يخلص السنه اقول لك يا محمد، هو بيدفع الفيز او التكلفه بتاعه الكورسز دي، ولا انت كمان بتجيب برامج دعم ومنح؟ الاثنين. احنا عندنا الحمد لله، يعني عندنا الحمد لله منح في اي سكول، بنعمل سكولرشيبس لطلاب متميزين، ونعمل منح وانيشيتيفز مع وزارات ومع حكومات سواء كان في الخليج، وان شاء الله بنحاول نعمل ده في مصر باذن الله. وفي نفس الوقت في سبسكريبشنز الطبيعي لاي حد عايز يشترك في اي سكول يقدر يشترك من خلال سبسكريبشنز، اشتراكات شهريه او كل 3 شهور او اشتراكات سنويه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد، ومبروك التصنيف ده، لانه ده نجاح مهم جدا. عمرك كام سنه يا محمد؟ 28 سنة. كم؟ 28. 28، ده يعني معاك سنتين كمان تفضل تعمل حاجة حلوة كمان السنة الجاية، تفضل في 30 under 30. بدأت المنصة من 8 سنين، يعني أنت عمرك 20 سنة؟ لا، المنصة بدأت من 2018، من 4 سنين. ده من 4 بس، وكل الإنجاز ده حصل في 4 سنين؟ تحياتي. الحمد لله، احنا تيم الحمد لله قوي، يعني احنا دلوقتي أكتر من 100 فرد في العيلة بتوع اسكول. يعني تحياتي، بشكرك يا محمد، وسعداء جدا وتشرفين انك كنت معنا في 9. هرجع لفاطمه. فاطمه، لانه الحلول البنكيه اللي مطروحه على السوق وسوق البلاتفورمز، يعني في كتير من الحلول البنكيه، ايه الحاجه اللي انت تنصحي الناس بيها انه تبقى اختيار انسب لي في من كتر ما في فرايتي، اذا صح التعبير، ممكن الناس تتوه مننا؟ ازاي الواحد يختار الحاجه اللي زي ما انت قلتي جمله مهمه جدا، مناسبه لاحتياجاته؟ يعرف منين يعني؟ يعني هي دي الحاجة الأساسية طبعاً، احتياجات الشخص وإيه اللي يناسبها. إحنا مثلاً بالنسبة لنا، علشان عارفين إحنا مركزين على أنه قطاع فئة. في أنهي فئة في الشعب، فإحنا بنركز إن إحنا نعمل الحلول بتاعتنا تبقى مصممة ليهم خصيصاً. فإحنا دايماً بنجيب عندنا العملاء بتوعنا في مكتبنا، إحنا مكتبنا هنا في وسط البلد، بنجيبهم نوريهم الحاجة قبل ما تطلع، ناخد رأيهم، نشوف هل احنا كده بنبينها لهم على التطبيق بالصوره اللي تناسبهم فعلا ولا لا. بننزل لهم مكان شغلهم، بنكلمهم في التليفون. فهي دايما حوالين هل الحاجه اللي موجوده دي في السوق بتناسب الشخص ده ولا لا. عندك كام واحد على التطبيق بتاع خزنتك؟ احنا دلوقتي عندنا اكتر من 300,000 مستخدم. هايل، ده عدد عظيم، وبنكبر بصوره كبيره الحمد لله. عندنا دلوقتي فوق ال 300 شركه من اكبر الشركات في مصر. بيوظفوا حوالي 1,000,000 موظف مصري في كل القطاعات. ده عظيم، يعني حتى الشركات
استجابت للفكره دي؟ يعني تخيلت انه وانت بتشرحي الفكره انه ممكن تلاقي مقاومه من الشركات هتقول لك وانا هقعد انزل له المرتب كل 15 يوم، الشرط اللي يخلي الشركه تتحمس لتطبيق زي ده؟ يعني بتعملوا البرزنتيشن ايه الحاجه المغريه اللي انتوا بتقنعوهم بيها؟ يعني هي الحاجه الاساسيه زي ما قلتي انه الشخص بيتصرف بطرق مختلفه، منها انه يستلف من اصحابه ومن عيلته، بس جزء منها انه كان بيروح يطلب من شركته. فاحنا بنبدل الحتة دي بطريقة تبقى أبسط وأسهل للشركة، بدل ما هي فيها ورقيات كتير بنخليها كلها ديجيتال من على الأبليكيشن، وموافقات ونسأل HR Director ونسأل المدير. فاحنا بنبسط الموضوع ده تماما بالنسبة له. حلو. فبقى واحد من حقوق الموظف، وأعتقد دي حاجة حلوة قوي. يعني متهيألي ده محتاج كمان مؤسسات عندها ثبات مالي، يعني أنها تفهم الفكرة دي. أخيرا يا فاطمة لازم أسألك، نفسك في إيه؟ يعني بعد الـ 30 under 30 وده معناه أنه حققنا نجاح حلو قوي قوي، والأبليكيشن ونجاح اللي هي محققة، إيه اللي أنتم متخيلينه فرص موجودة ليكوا في خزنة أو في أفكار للمستقبل لتقنيات إدارة الأموال إذا صح التعبير؟ يعني احنا وصلنا الحمد لله لنمو كويس في الفتره اللي فاتت، بس السوق المصري اكبر من كده بكتير. احنا الفئه اللي احنا بنستهدفها فوق ال 30 مليون شخص، فلسه في مجال كبير قوي للتوسع وان احنا نكبر في مصر، سواء من ناحيه ان احنا نوصل لفئه لعدد اكبر، بس كمان ان احنا نقدم خدمات اكتر للمستخدمين بتوعنا. فاحنا في الفتره اللي فاتت مثلا من الحاجات الكبيره اللي عملناها ان احنا كنا من اول الشركات اللي تاخد موافقه من البنك المركزي نطلع كارت. وده خلانا نقدر نحسن من خدماتنا اكتر سواء للشركات او للمستخدمين بتوعنا. فدايما بنبص على ازاي نقدم خدمات اكتر. بنتعاون مع بنوك ومؤسسات ماليه مختلفه في الخدمات دي، فده برضو من التطور اللي حاصل في السوق مخلينا قادرين نكبر، انه الدعم بتاع البنك المركزي والتوجه بتاع البنوك ان هم وثقوا فينا ان احنا نطلع خدمات جديده ومنتجات جديده للسوق المصري. فلسه تركيزنا على ان احنا نكبر المستخدمين بتوعنا في السوق، وبنبص على اسواق مختلفه حوالينا في المنطقه. ده عظيم ويفرح، وخلي الناس كمان تفكر وتفهم انه قبل ما تروح تستلف فكر في حاجات. لسه في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ازاي ندير اموالنا بطريقه مختلفه، فده جزء حقيقي من ثقافه اداره الاموال. بشكرك يا فاطمه، نورتينا في التاسعه. فاطمه الشناوي مؤسس منصه خزنه تك، بشكرك. شكرا ليكي. مشاهدينا دي كانت حلقتنا من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل